نواصل في رؤية متابعة مشروع نقل المرجان في العقبة الذي بدأ منذ نحو شهرين بهدف المحافظة على هذه البيئة البحرية لتكون في أماكن أكثر أمنا. ومن خلال المشروع سيتم نقل الشعب المرجانية من موقع الميناء الجديد جنوبي العقبة إلى عدد من المواقع المحمية داخل حدود متنزه العقبة البحري. ويتضمن المشروع أيضا إنشاء كهف مرجاني تحت الماء لتنشيط رياضة الغوص وزيادة الوعي البيئي بالحياة البحرية. يشار إلى أن تجمعات كبيرة ومحميات من المرجان تم تدميرها في خليج العقبة جراء عمليات الصيد غير القانونية ووجود منشآت صناعية علاوة على حركة البواخر المختلفة. مرجان العقبة تعطينا نقطة جذب سياحية رهيبة أنا بسميها، لأنه هي بتعمل لكثير من دول العالم اللي بتتمنى شعوبها أنه تشوف المرجان، مثل ما إحنا من هون بالأردن نطلع نسافر لدول لأنه فيها نقاط معينة للسياحة، إحنا الأردن عندنا هذا المرجان اللي يعتبر نقطة الجذب الرئيسية. تم استغلال هذا المرجان المنقول لعدة أفكار حقيقة. الأساس كان أنه نحيي مناطق شعاب مرجانية مدمرة من السابق لأسباب ما، نحييها بزراعة مرجان جديد من اللي جاي من الدرة، وأنه خلقنا موقع غوص جديد ما كانش موجود أصلا، حتى يعني راح يسهم في تعزيز السوق الغوص.